شيخ عبده، احنا الآية اللي ذكر فيها وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، يعني آية قوية جدا، إنها تنزل في النهاية في قصة زوجين والرسول عليه الصلاة والسلام عاتب الزوج إن هو سرعة الغضب أو إن هو يقول أي كلام وقت الغضب. يعني فكرة إن السورة تنزل، الآية تنزل في موقف زي ده. وطبعا مش هنا بس، ده في سورة الطلاق، في سورة النساء دايما تلك حدود الله أيوه تأتي مع العلاقات الزوجية والعلاقات الاجتماعية بين الناس، لأن إحنا لو كل واحد اتعامل بهواه، لو كل واحد اتعامل باللي يريحه، لو كل واحد فكر في مصلحته بس، تنهار العلاقات الاجتماعية. ولذلك لازم تكون الآيات شديدة، ده أنت كده مش بتتجاوز حق فلان، مش بتتجاوز حق الزوجة، انت مش بتتجاوز حق الزوج، انت مش بتتجاوز حق الاب والام في الميراث، لا انت بتتجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى، انت بتتعدى على قوانين الخالق سبحانه وتعالى. احنا مش بنتخيل ان العلاقات الانسانيه لدرجه ان يبقى فيها حدود، وان الكلام اللي بنقوله لبعض ان درجه فيه حدود، فمش مدركين. يعني ممكن انا افهمها في سوره الطلاق، لكن في موقف زي ده وفي كلام، يعني مش بنبقى متخيلين ان درجه حدود الله فيها. ما هي دي بقى قصة وضوح الحلال والحرام. أيوة. الإنسان اللي هو بيطلب الآخرة بيكون إنسان دقيق جدا، بيتحرى الحلال في كل حاجة، بيبقى خايف إن هو يقول كلمة، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني وإن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يرفع بها في الجنة درجات. الكلمة مهمة جدا، وإن كان سورة المجادلة أو المجادلة ينفع أيوة. الاثنين بتأكد على هذا المعنى تأكيد قوي وشديد، حتى في المناجاة في الكلام ما بين الشخصين بالضبط. فالإنسان لازم يكون حريص جدا على كل كلمة بيقولها، لأن الجواز أصلا الله. كلمة. يعني الإنسان لما بيجي يتزوج إيه اللي بيحصل؟ يقول كلمة ودي ده يرد عليه كلمة، خلاص أصبح الحرام حلالا بكلمة، وبعدين الطلاق كلمة، أصبح الحلال حراما بكلمة. فالكلمة هي يمكن سبب دخول الجنة. سيدنا معاذ بن جبل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ده الإنسان لازم يكون حريص ينقي الكلام الطيب، لأن ممكن كلمة تجرح إنسان، ممكن كلمة تضايق حد، ممكن كلمة يعني تخفف ألم عن إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللي أقل من الكلمة كمان: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ها أول ما شفته ابتسمت ابتسامة جميلة، ما تكلمتش فعلشان عملت حاجة تريح حد قدامي، تديله أمل، تبسطه، تخليه يبتسم ابتسامة متبادلة، ده باخد عليها حسنة واخد عليها أجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الإنسان لازم يبقى يعني حريص جدا على الكلمة. والله عز وجل في سورة قاف يقول: ما يلفظ من قول، من قول يعني إيه؟ يعني أي لفظ يخرج من لسان الإنسان، أي لفظ، قول نكرة تفيد الإيه؟ أيوه. العموم والشمول، إلا لديه رقيب عتيد تسجل عليه. وربنا سبحانه وتعالى أكد في العلاقة ما بين الزوجين كل واحد يكون حريص تمام الحرص على الكلمات اللي بتنطق. الزوجة تخلي بالها وهي بتكلم زوجها. أيوه. تكلمه بلطف، تكلمه بهدوء، ما تغلطش أبدا. الزوج هو القوي، هو المتحكم، هو اللي معاه القوامة. إياك تقول كلمة فيها ظلم أو إهانة أو تضايق بها زوجتك، دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. والإحساس اللي ورا الكلمة، يعني هي طبعًا. الفكرة إن سبحان الله، حتى زي ما بنقول البادي لانجوج، إن أي حاجة أنت بتعملها اللي هي حركات الإيد، حركات الجسم، ما هي دي ممكن حد يقول كلمة عادية جدا يقول لك أنا ما قلتش حاجة غلط، لكن الإيحاء بتاع الوش وبتاع الجسم أنت في نهاية. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، سواء بنظرة أو بكلمة أو بإيماءة بحركة. سبحان، فكل دي داخلة في حدود الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معلش النقطة دي مهمة قوي، عاتب السيدة عائشة عتاب شديد لما واحدة جاية بتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول بيقول لها مين، فعملت له كده نوع سيارة، عاتبها عتاب شديد صلى الله عليه وسلم. فدي ما تكلمتش،
ايوه ودي مين؟ ام المؤمنين. ولم تقصد سوء، ده هي بتوصف له وصف. فاحنا لازم نخلي بالنا، حتى يعني في النقطة اللي حضرتك ذكرتها بتبقى سبب مشاكل اجتماعية كتير جدا، خاصة صح. في البيوت، والبيوت اللي فيها عائلات يرموا كلمة كده يعني من تحت لتحت، من تحت لتحت، تضايق. احنا بنقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل، الكلام ده حدود الله، مش مسألة ان هي مجرد بتاخد حسنات ولو ما عملتهاش مش هتاخد حسنات، لا دي حدود ربنا ولازم تتطبق. والرسول بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت او ليصمت. طيب احنا جالنا اتصال، حد كان بيسأل بيقول انا لو الزوجين مع بعض، ده بيقول لي يقول لها يا ماما وهي تقول له يا بابا، دي ليها تعتبر ظهار؟ لا 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 طبعا، احنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واحيانا كمان الزوجين بيقولوها من باب الاحترام او من باب الموده او من باب هي حاسه ان هو باباها. ايوه فهذا ليس ظهارا، عشان كده الكلمات هي اصلها نوايا. ودي مهمه طبعًا جدا طبعًا. طيب ربنا اتكلم بعدها قال على موضوع الحدود، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يعني ايه كبتوا؟ ايه المقصود بيها؟ يعني الانسان طبعا احنا عندنا الامم السابقه كان بيحادوا الله ورسوله، وكانوا يعني يسعون في الارض فسادا ويخالفوا اوامر الله عز وجل، وكانت نهايتهم واضحه من الهلاك ومن الهزيمه ومن ان ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم العذاب الشديد، زي قوم نوح، زي قوم اللي بيستهون بحدود ربنا وبيختار حدود نفسه. تمام. فالانسان ودايما يعني احنا مهم جدا ان احنا نتوقف عند حدود ربنا سبحانه وتعالى. ايوه. وحدود الله عز وجل هي الحلال والحرام. الانسان لازم يذاكر ده كويس جدا، لازم يعرفه. احنا ما عندناش معرفه لده على فكره، وبنغلط. عشان كده ربنا قال الايه اللي بعدها، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. كلمنا عنها بقى يا شيخ عم. الآية دي مرعبة قوي. أيوة. أنا بقول سورة المجادلة من السور المخيفة، من السور التي توقظ الإيمان، اللي تخلي الإنسان ينتبه كويس جدا. يعني ربنا بيقول ينبئهم بما عملوا أحصاء. الإحصاء يعني مش الكتابة، مش النسخ، شدة المتابعة. يعني كل حركاته بيعمل عملية متسجلة. إحصاء. بنعمل عملية جرد كامل لكل محتويات ما فعله الإنسان. ولذلك الله عز وجل يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني كل كبيرة وصغيرة، صورة طبق الأصل، حياة الإنسان منسوخة ووضعت في كتاب. لذلك في سورة الكهف تأكيد بقى لمعنى الإحصاء ده، الله عز وجل يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هم شايفين إن كل حاجة صغيرة موجودة، فما بالنا بالحاجات الجرائم اللي عملوها الكبيره. فاحنا بنقول كل حاجه صغيره يا شيخ عبد الواحد استغفر عنها بتبقى موجوده برضو. هو طبعا من لطف الله عز وجل ان هو جعل ملك الحسنات امير على ملك السيئات، وان هو مش بيكتب السيئه في لحظتها. يعني لو الانسان عمل ذنب واستغفر، الله عز وجل يمحو هذا الذنب. وعندنا ربنا سبحانه وتعالى من اسمه العفو، والعفو ان هو بيمحو هذا الذنب، مبقاش موجود في الصحيفة. أيوه. وينسي الإنسان الذنب. يعني لو عملت ذنب وربنا عفى عني، أنا ما افتكرش أنا عملت إيه، لأن إحنا يوم القيامة هتشهد الإيدين والرجلين والجلد والسمع والبصر بكل اللي عمله الإنسان. فربنا ينسيني وينسي جوارحي ما فعلته، وبعدين ينسي الحفظة الذنب. ربنا عفو سبحانه وتعالى، سبحان الله. فاحنا بنقول لكل إنسان لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، ولكن بين الزوجين، بين الأهل، بين الأقارب، بين الإخوات، العلاقات بصفة عامة، بين العلاقات نحاول بقدر الإمكان كل كلامنا يبقى طيب، ونرد على الكلمة الوحشة. لأن إحنا زي ما حضرتك ذكرتي، واحد ممكن يقول كلمة بقصد سيء علشان يضايق الشخص اللي قدامه،
ولما يتضايق وينفعل الناس ما تعرفش تمسك عليه حاجه. ايوه بس هو قصده ايه؟ سيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره المجادله طبعا كانت حكايه عن المنافقين والكفار مش المؤمنين، ولكن ممكن توضح لنا المعنى. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيء الا باذن الله. معناها ايه بقى؟ هم طبعا كانوا بيمكروا بالمؤمنين، وكان سبب المكر ده ان هم يضايقوهم ويخلوهم يحزنوا ويتضايقوا. فاحنا بنقول لو طبقنا المعنى ده على اللي بيحصل في بيوتنا بنسكته، وده حقيقي بيحصل دايما. تلاقي حد بيقول كلمه في ظاهرها حاجه كويسه، بس هو قاصد يضايق لان التاني فاهم هو قصده ايه. احنا بنسميه بيلقح بالكلام. بيلقح بالكلام بالزبط. احنا عاوزين ده المعنى الايه؟ ايوه بالاخر. ايوه فيقوم ياثم اثم عظيم سبحان الله. يعني ده ليس من صفات المؤمنين. من كان يؤمن انت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى تتحاسب. ايوه لو انت مؤمن ليه الرسول قال كده؟ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. لو انت عارف يعني ايه حساب، يعني ايه كتاب، يعني ايه ميزان، يعني ايه مناقشه الحساب، فليقل خيرا او ليصمت. لو سكت هيبقى احسن لك. بالظبط. احنا